اخدكم بقى الملف تاني، وده الملف اللي احنا يعني متابعينه ومتضايقين طبعا بطبيعه الحال من التطورات الاخيره من الموقف الاثيوبي، مش هنخفيكم سرا كمان من الموقف السوداني، لكن يهمنا الموقف الاثيوبي وهذا التعنت والبيانات طبعا اللي بتخرج من الجانب الاثيوبي، الاصرار انه كان ميه النيل دي ملكيه خاصه وان احنا احرار في اللي بنعمله. لكن الحقيقه يمكن امبارح في الجزء الثاني من حلقتنا قبل ما ننهي تقريبا بدقائق صدر بيان شديد اللهجه، بيان قوي في مضمونه وفي المعاني وفي الرسائل اللي يعني تم توجيهها للجانب الاثيوبي، وكان فيها كلام كتير قوي عن طبعا قرار جامعه الدول العربيه الداعم لمصر، وزي ما تقول حضرتك كده مصر كانت بتدي درس سياسي للجانب الاثيوبي، انه التعالي التعنت انك مالكوش يعني ما تقدروش تفهموا طبيعه دور جامعه الدول العربيه وطبيعه العلاقات العربيه والعلاقات العربيه الافريقيه، وانه تعاملكم بهذا الشكل خسركم كتير من علاقتكم كمان مع اشقائنا الافارقه او مع الدول الافريقيه المجاوره. كلام مهم الحقيقه. خلوني بس كده لانه معانا على التليفون دكتور معتز بلال عبد الفتاح، احب اسمع تعليقه، لانه النهارده اللجنه العليا لميه النيل كمان عملت اجتماع برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي ومع وزير الري وممثلي وزارات الدفاع، الخارجيه، الموارد المائيه والري والمخابرات العامه. طبعا اجتماع في غايه الاهميه، سبقوا اجتماع اخر طبعا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار قاده القوات المسلحه، اجتماع مجلس الامن القومي برضو كانت رساله في منتهى الاهميه. فتم تقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضه في ضوء المواقف الاثيوبيه غير المبرره وتغيبها طبعا عن اجتماعات واشنطن، واللجنه ناقشت خطه التحرك المصري في هذا الشان من اجل تامين المصالح المائيه. كمان برضو نقطه في غايه الاهميه، واحنا بنتكلم بقى عن يمكن البيان المصري امبارح اتكلم على الجزئيه دي، وتم يعني اتخاذ اجراءات تنفيذيه على الارض بشكل مباشر من خلال وزير الخارجيه. كان الكلام طبعا انه الموقف العربي المتمثل طبعا في جامعه الدول العربيه والموقف الامريكي، فكان يعني في بنتكلم على تحرك دولي، ان يكون في راي عام دولي، لان القضيه مش بس قضيه مصريه لكن هي امن قومي بالنسبه للمنطقه، بتكلم على ان دوله بتعتدي على حق دولة تانية في الحياة، فبالتالي الموضوع ده لن يتم السكوت عليه. فوزير الخارجية بدأ بجولة عربية النهاردة بدأها بالأردن، وهتشمل زيارة لعدة دول منها المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، سلطنة عمان، البحرين والإمارات. معنا على التليفون دكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، برحب بحضرتك معنا دكتور معتز، مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور معتز، ازيك عامل ايه يا فندم؟ انا الصوت بس اشكرك. تمام دكتور معتز، يعني التطورات متلاحقه الحقيقه في الساعات الاخيره، ومواقف مصريه متمثله طبعا في بيانات وتحركات دلوقتي شايفينها على الارض، تقييمك لل يعني للموقف المصري حاليا وطبيعه التحرك المطلوب؟ هو اولا في حاله من حرب الكلمات وكلمات الحرب كده بيشنها اثيوبيا ضدنا، لكن احنا متمسكين جدا بحقوقنا دون انه نفقد اعصابنا. هو عايز يقول لنا انا هديلكم اللي انتم عايزينه بس من غير ما تفرضوا عليا حاجه، يعني بعباره اخرى هو متفهم انه لو الامور وصلت لمرحله انه يمنع مصر من حقوقها المائيه فده كانه ضمن اعلان حرب على مصر، هو مش عايز يوصل لده على الاطلاق لانه عارف ان ده نتائجه هتكون سلبيه جدا. فانا كنت لسه الحقيقه بطالع عدد من المقالات المكتوبه في اثيوبيا بشان الموضوع ده، وعايز اقول يعني للاخوه المشاهدين انه الموضوع ده هناك يعني وصل لدرجه انه بقى الموضوع رقم واحد تقريبا في معظم نشرات الاخبار والصحف، عشان بس الناس تعرف قد ايه الدنيا هناك بتغلي، وفكره ان هم يوقعوا على اتفاق مع دوله اجنبيه يملي عليهم مجموعه من شروطهم من وجهه نظرهم يعني او اوامر خارجيه، دي مخلياهم يعني عندهم احساس بانتهاك للكرامه ورفض تدخل الاخرين في شؤونهم. فهو ضمنا بيقول يعني الرسميين في اثيوبيا بيقولوا احنا مش هنضر بمصر، احنا هندي مصر والسودان الحصه اللي منصوص عليها بس احنا مش هنوقع على اتفاقات. طبعا ده دي ارجمنت او دي حجه ذات حدين، يعني شكرا على نواكب طيبه بس انا ايه اللي ضمنني؟ على هذا الاساس مصر رافضه الفكره وتقول لهم بمنتهى البساطه احنا قعدنا مع بعض ووصلنا لاتفاقات ومطلوب مننا ان احنا نفعل هذه الاتفاقات بان احنا اولا
نوقع عليها. مصر طبعا يعني عارفه كويس انه الحشد الدبلوماسي ضد اثيوبيا ممكن يوصلنا ل يعني مش هقول اجبار، عشان برضه لازم وانت تتفاوض مع حد تحافظ على ماء الوجه وما تحاولش ان انت تيني يعني، لكن في النهايه اثيوبيا لو لقيت نفسها انها محاصره زي ما حضرتك قلت كده راي عام اقليمي وقاري ودولي، اقليمي يعني دول الشرق الاوسط وقاري اللي هو افريقيا وعالمي اللي هو الدول الكبرى والمؤسسات الامميه الامم المتحده والبنك الدولي وصندوق النقد، هتجد نفسها عندها الميه بس ما عندهاش استثمارات مثلا، او عندها الميه بس عندها مشاكل مع كل الدول العالم. فده اللي احنا بنتحرك فيه في الفتره ديت، واعتقد انه يعني مصر نجحت في الفتره اللي فاتت بالذات بعد 2014 في انها تخلق راس مال دبلوماسي عالي جدا القاره الافريقيه قضيتها العدله. بالظبط رأي مواقفها تستمع اسرع، ما انتش محتاجه تبذلي مجهود. يعني احنا دوله محبه للسلام، دوله راغبه في التنميه المشتركه، راغبه في انه اثيوبيا تتقدم وتزدهر، احنا ما احناش في عداء مع اثيوبيا واحنا موضحين ده للعالم كله، فهو كل ما في الحكايه. بس احنا بنقول بقى للعالم عليكم ان انتم تفهموا الاثيوبيين انه 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 اثيوبيا بتجر المنطقه كلها يعني صراع احنا في غنى عنه، لانه في النهايه المياه هتوصل يعني. طبعا انا مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر من كده، انما مهما عملت اثيوبيا في النهايه مفيش حد بيمنع ميه عن شعب تاني ويقول له انا يعني ده اعتداء مباشر على حق الشعب التاني في الحياه. تمام، شكرا جزيلا دكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه، بشكر حضرتك.